الله ولا إله. أسعد الله أوقاتكم متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة المنيطرة. متابعين الأفاضل، هذا متابعين قناة شوف تيفي، هذا اللايف صراحة اللي هو لايف مزنزن، لايف اللي غادي صراحة يبكي الجميع. نعم سي سليمان، طبعا هذا اللايف اللي صراحة اللي هز جميع القلوب الرحيمة والمحسنين واحد الدرجة ما تصوروش. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب، هاد السيدة مسنة، وهاد السيد اللي هو مسن اللي كيبلغ العمر ديالو تقريبا 76 سنة فعلا، لأنه ولد مولد 1946، وهاد السيدة اللي من مولد 1966 أي في عمر ديالها 57 سنة، الحالة ديالهم الله اللي عان بها، حالة اللي ما تصوروش كي دايرة. الحالة ديال هاد السيدة اللي كانت كتبيع السجائر في الزنقة، وخدمات في قبل منها في خدمات في الهدم في البيع والشراء، من بعد بقات كتبيع السجائر، من بعد ولات الحالة ديالها تدهورات، حالة صعيبة، حالة ما تصورش على بالكم. ما بقاش تقدر تخدم، الزوج ديالها حتى هو كيف ما كتشهدوا معنا ما كيسمعش، ما كيشوفش مزيان، الحالة ديالو الله اللي عان بها، ما كيسمعش مزيان. عندهم واحد ولد واحد اللي هو صغير اللي ما يقدرش يوفر لهم لقمة العيش. نسمعوا هذه القصة من عند، فكرني في الاسم ديالك، زهرة، من عند لالا الزهرة. كنتمنى من جميع المتابعين الافاضل من القلوب الرحيمة كل ما شاهد هذا اللايف انه يبارطاجي، فضل وليس امر، لانه كيحتاج انه يتبارطاجا كذلك باش يوصل القلوب الرحيمه، لان هاد الناس فعلا فعلا كنقول لكم انهم محتاجين. لاله الزهره مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. لاله الزهره عاودي لنا من الاول، قدمي راسك وعاودي لنا من الاول الحياه ديالك. تفضلي. انا خويا كنت سميتك بعدا الزهره. شنو؟ زهرة السدري. قربي ميك بلا. زهرة السدري. اييه. مين هنا من راسها؟ اه؟ مين هنا؟ أربعة أولاد عمران. سيدي سليمان. اه. نعم. عمرنا هنا. ساكنة سيدي سليمان. نعم. وأخويا كنت خدامة، كنت راوية. كنت نخدم ديطا، خدمت الديطا، خدمت الحوايج، بعتهم، خدمت كل شيء. مولي دابا جاب الله. دابا جاب الله خويا، ما بقيت خدامه، ما بقيت ردامه خويا. دابا ضروني رجليا بجوج، دابا زحافه منهم، ما كنخدم ما كنردم. وكتخنق عندك حتى الكروسه. وعندي كان هذاك ودايره على الكروسه. هذه اللي كنشوفوا فيها الان. ودايره على الكروسه خويا. الكروسه راه تاهي مهرسه. مالي هذاك خويا ما قديت. عكاريا. انت كاريا هذا المحل هذا؟ كاريا. عكاريا. عكاريا ب 5000 ريال. و500. 5000. ودابا قالوا لي خرجي يا خويا. علاش قالوا لك خرجي؟ قالوا لي ما تخلص، إذا ما خلصتيش السكرة تخرجي. شحال انت؟ ها؟ شحال ما خلصتيهم؟ شحال دابا المدة؟ عام. نعم. عام وأنا مريضة. وشحال انت ساكنة في هذا المحل هذا؟ 16 عام. 16 عام وانت ساكنة. نعم انا غادي نرجع عندك لفاطمه الزهراء. عطيني السلام عليكم سيدي. السلام عليكم. انت السمع ديالك ثقيل، خصني نغوت باش تسمعني ياك؟ ها؟ خصني نغوت باش تسمعني. نعم عاود لي سيدي، عاود لي الظروف ديالك. وانا سيدي كنت خدام. شنو كنت خدام؟ بالكروسه. ها؟ طالب معاش وبالكروسه. نعم. ودوزتي 8 سنين عا في الكروسه. انت؟ ايه. اها. وخدمت في لاسودية تاعيتي وما عطاونيش تقاعد. ما عطاوكش تقاعد؟ علاش؟ ملي توقت لقاوني الله عندي 618 نهار. اه. وما عطاونيش، ما كيخلصونيش. نعم. وما عندي جهد باش ندعى على هذا الشيء. وانت شحال خدمتي معاهم العام؟ خدمت معاهم 11 عام. 11 عام. ها؟ 11 عام خدمتي معاهم. 11 عام. وكانت راسك اللي عندك 600. فايت 3240. المفروض انه يكون 3240. 240. 240. ايه 11 عام. لقيت راسك الا عندك 600. لقيت راسي الله عندي 600. 600 نقطة. 618. 618 نقطة. نقطة. نعم. اها. ايوا من تما. قرب مني قرب. قعدت. نعم. قعدت. نعم. نعم شوف فيا. قعدت. اها.
ومشيت درت كروسة كنخدم طال معاشو. ديك كروسة وكطال طال معاشو. نهار خدمنا عمر خدمنا. نهار اللي عييت صافي ما بقيتش نشوف قدامي. ما بقيتش كتشوف مزيان. ما بقيتش نشوف قدامي وما قديتش. قعدت نط المرأة كتبيع وتشريها في الديطاي. نعم. ديال الكارو. مرة تشري شي تريكويات مرة هذا وتبيعهم مرة ها هي طاحت ليا مريضة. وهي اللي كتوكلك؟ كتوكلك أنت ولدك لأن ولدك باقي صغير. ولد باقي صغير. أه. وكتوكلنا وتشربنا وتجيبنا. نعم. دابا هي قعدت هذه دابا 8 شهور وهي مريضة. وحنا قاعدين أنا ما كنشوفش قدامي ولا الضبابة في عيني والصحة ديالي عيات هي. ما كنقدرش نزيد حتى في الطريق بزاف ودابا الله يكون الله يستركم لما شوفوا فينا في سبيل الله في سبيل الله اللي دار شي حاجه داروا لله سبحانه الا هو الله يكثر فيكم الخير هذا الشيء اللي كاين واخا عشان الزهره عاود لنا شنو شي اضافه بغيت تقوليها انا يا نعم انا كنت خدام اخويا دابا ما بقيتش انا ما كنت خدام انا ما كنت ما بقيتش خدامه دابا دابا راه شاد الارض الرجلين ديالي معوجه منهم ما قديت نمشي ما قديت نجي ما قديت هذا ندير حتى حاجه والو الرجل اللي كيقعدني الرجل اللي كيتكيني الرجل اللي كينوض حتى هو عيا ما كيشوفش ما كيسمع ما نعم. ما كيسمع ما كيشوف عدو الظهر في عيني عندو الظهر؟ اه منين جا الظهر؟ في عيني اه الظهر في عيني كيتسمعو اها ايوا في عيني دابا راه ما كيشوفش مولي الكرا قالو لي يدخل دابا مولي الكرا قالو لي يدخل ما قدروش يصبروا عليكم ما قدروش يصبروا عليا واخا المبلغ ماشي كبير 5500 ريال ويني راه هي 275 درهم ياك 5500 هي 275 درهم اه خويا دابا قالوا لي تخرج شحال كنتي كتخدمي كنتي كديري الديتا شحال كنتي كتدخلي في النهار تقريبا ديك 400 ديك 600 نعم كتعاونوا بها كنتعاون بها الساعة ملي هذاك مرضت نعم قرب الميكروفون نعم مرات اخويا ما كنت ندير حتى حاجه صافي دابا شديت الارض ما بقيت لا نتحرك لا حتى الا ما بقيتش بقيت حتى بقيت ملي كتخنقي بقيت كنتخنق كي هذاك عندي طونسيون نعم بقيت كنك طونسيون نعم كيطلع عليا عندي الحساسيه عندي الحساسيه وعندي كنتخنق دابا راه مسدودة من هذاك مقدام لا نهضر لا نتكلم كنهضر واخا كنهضر راه الهضرة ديالي ناقصة نعم الهضرة ديالي ناقصة ما كنهضرش بزاف واحد اللي عندكم وليد واحد ولد صغيور هو هذاك صغيور واخا خليك نعم اذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب هذه السيده اللي هي 57 سنه وزوجها اللي في العمر ديالو 76 سنه اليوم كيطلبوا القلوب الرحيمه كيقولوا الله يجزيكم بخير الى ما تساعدوا معنا الرقم ديالهم كاين سلوكا سوف نقول لكم الرقم ديالهم اللي هو 06 20 89 87 58 ايضا الرقم 06 20 89 87 58 والله يدعو اجر محسنين كذلك نتمنى لجميع المتابعين الافاضل متابعين قناه شوتيفي انه يبارطاجو فوتو نويس امر رقم باش توصل القلوب الرحيمه والحمد لله كيفما تعودنا دائما ان المغاربه كيتعاونوا مع بعضياتهم خصوصا في هذه الحالات غادي نقدر نوريكم الدار ديالهم اللي في واحد الحاله يرثى لها الله اللي عين بهم ما عندهمش حتى الماء ما عندهمش الماء ما لا ضوء لا شي حاجه لان الضوء غير فقط واخذينهم من عند الجيران اذا كيفما كتلاحظوا معنا هذه الكوزينه ديالهم كيفما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل هانتوما هذه الكوزينه هانتوما ها هي اذا وهنا هذا البيت هذا كاين فيه وهذا هو المريح وهذا هو ام الزهره واسمك الله ابو بن عاشر نعم اليوم كيقول لكم الله يجزيكم بخير اللي قد يساعدنا ها هو الرقم ديالنا شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء